أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب. منواصل دراستنا في هذه الحلقة عن عزة المسيح الشهيرة على الجبل اللي فيه بيعلمنا دستور ومبادئ وأخلاقيات الملكوت. أنا موجود في مجمع كفر نحوم. كفر نحوم كانت تعتبر وطن المسيح الثاني بعد ما ترك الناصرة، كان يجول في كل هذه المناطق يعلم ويشفي ويكرز أيضا ببشارة الملكوت. هذا المجمع من القرن الخامس، مبني على الأصلي اللي هي حجارة بازلتية، موجود ما زال الأساس حتى يومنا هذا. وهذه المنطقة كانت تعج بالسكان لأنه قريبة على طريق فيا مارس، طريق البحر، وكانت موقع استراتيجي مهم لأنه كل الناس كانت تيجي وتمر من خلال هذه المنطقة. في هذه الحلقة راح أتكلم عن الباب الضيق والباب الواسع. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.